خلال استقباله وفدا من اهالي ضحايا انفجار مرفا بيروت اعرب قداسه البابا فرانسيس عن تاثره بلقائهم مذكرا بانه كثيرا ما رفع الصلاه من اجلهم ومن اجل ضحايا ذلك الانفجار الاليم الذي وقع قبل اربع سنوات وتابع قداسته قائلا معكم اشعر بالالم امام مواصله رؤيتنا كل يوم ابرياء كثيرين يموتون بسبب الحرب في منطقتكم مجددا تاكيده ان كل حرب هي فشل للسياسه وهزيمه امام قوى الشر وتضرع الأب الأقدس طالبا من السماء السلامة الذي يجد البشر صعوبة في بنائه على الأرض والسلامة للشرق الأوسط ولبنان وكرر قداسته في هذا السياق دعوة البابا يوحنا بولس الثاني لأن يظل لبنان مشروع سلام وأرضا تتعايش فيها جماعات مختلفة وتلتقي فيها الأديان والطوائف المتعددة بأخوة وفي ختام حديثه طمأن البابا فرانسيس أهالي الضحايا قائلاً: لن نترككم وحدكم، بل سنظل متضامنين معكم من خلال الصلاة والمحبة الملموسة